من جهته قال نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية أولاف شولتز إنه مرتاب بشدة إزاء طلب الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز، وأضاف أن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، مبينا أن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر، وقال لهذا السبب لا أعتقد أنها فكرة جيدة.